بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثية التسمم، أولا إعداد أحمد وصفي، إبراهيم رضا، أسامة عبود، صقر محمد، محمد دهيس، أحمد رمزي، ودول مجموعة من طلاب تأهيل الدكتوراه 2019-2020. إشراف أستاذ المادة أستاذ الدكتور ممدوح عبد العزيز الرفاعي، أستاذ الموارد البشرية كلية تجارة جامعة عين شمس. كيفية التسمم فيها 3 موضوعات فرعية: أولا تعريف بالمنظمة السامة، ثانيا المقصود بثلاثية التسمم، ثالثا العوامل والسلوكيات التي تساهم في تكون سمية مكان العمل. وطبعا التفاصيل جوه انتوا اللي أعددتوها وعارفينها وهنذاكرها كويس إن شاء الله. شكرا يا حضرات.